صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح النشاط. عندي برشا مهبط لكم مش روتينات هكا تحفيزية، وكل ان شاء الله بقدرة متاع ربي جمعة دي كل باش يكونوا فيديوهات كيف ما هكا متاع حركة بقضية، ونعمل مطلة صغيرة على تريكنا متاع الدار، مش ديما القضية من فوق لفوق. تعرفوا لي اني كنت قبل الولادة عملت الميناج الكبير، يعني تنظيفات الكل عملت لها الدار. أما بطبيعة رمضان لازمك الحركة الكبيرة، ولازم الواحد يحضر روحه لك خاصة الكوجينة. اليوم بديت أول حاجة، قلت باش نبدأ بالبيت هذه. هذه جاي أني عملتها معاكم جمعتين التالية، عملت لها البورتفيناتر وحكيتها حكة باهية ونظفتها بالقدي. اليوم قلت خلي نبدأ بها هي ونعمل البركونة اللي على الشارع، باش حتى كي تلقاني عايسة في داري لداخل تلقاها هي نظيفة وصغاري فيها وقاعدين، تلقاها هي نظيفة، معناها مش تبدأ الدار الكل حايسة. باش نبداو بالبيت البيت ان شاء الله بقدرة متاع ربي. كما قلت لكم اليوم بديت في البيت هذه، وباش نعمل البركونة اللي على الشارع، وباش نحضروا تن مع بعضنا للرمضان. حبيت نجربه معاكم، وان شاء الله بقدرة متاع ربي غدوة يمكن نهبط لكم فيديو متاع الكوجينة، نتصور اكثر فيديو بيشجعنا البرد هذه تنظيفات الكوجين. خلينا اليوم في السلسلة متاع تحضيرات رمضان. اول حاجة عملتها هي قلت لكم البيت هذيك، برغم اللي هي منظمة ما زيش فيها برشا حاجات، معناها جسك عملت لها مسحة خفيفة ودهنت لها كالطاولة البيضة ديك خاطر كانت حالة، وعملت البركونة اللي عشرة، وباش نركب له السقاطات ولا الريدوات اللي عشرة خاطر كل غسلتهم نحيتهم. بيبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. من بعد باش ندخل مع بعضنا للكوجينة، باش نعملوا الكلوريك اللي عملته معاكم المرة اللي فاتت، ان شاء الله تكونوا تفرجتوا عليه الناس الكل. حضرنا مع بعضنا البريك باش نحاولوا ان اليوم نجربوه ونشوفوه اذا يشرب زيت ولي، وباش نحضر مع بعضنا التون. الحوت هذايا اللي طيبت بيه المره اللي فاتت قلتوا لي راهو تن، قلت علاش لا نجرب نصبره. كان معناه عجبني، خاطر اني مستانسه كي ناخذ تن ناخذ الاخر الكبير، هذايا ظهري صغير نقولوا له غزال. احنا كي قلتوا لي تن بهتنا الحقيقه، قلت خلي نجربه علاش نجرب هالكعيبه هذيا. ديجا هذايا شنو عندي تو بقات لي كان هالكعبه هذي جديده شيناها اولامس، معناها ما عنديش برشا، ونجرب نعملها نصبرها. كان خطفت معايا وكان عجبتني طعمتها كيما التون الكبيره، بقدره نتاع ربي نعملو كونتيتي كبيره نحضروها رمضان. خلينا توا باش نعمل هالكعيبه هذه الصغيره ونشوفها، وان شاء الله ان شاء الله طعمتها بنينه كيما التون الكبير. خذيت لي هني هذه التون الصغير، غسلته جوست غسلته كهو. عندي لهني ثوم ورند شويه كليل هكا، ماذا بيكم الكليل اللي يكون كعب، وحتى الفلفل الاكحل ماذا بيكم كعب، غيريني ما عنديش، وشويه ملح هذيا باش نفوح به التون. حطيت ثاني مي يغلي، نستناه يغلي شويه ومن بعد نرمي فيه التون. باش نحط الفايح متاعي، تنجموا تعملوا كان ملح كهو كان تحبوا تحافظوا على الطعمه نتاع التون. اما هذايا خاطر تون صغير قلت نعمل بناء نحط فيه معناه الفايح خير. والمي بدي يغلي تو باش نحط التون. ان شاء الله تنجح الطريقه، خاطر حسيتو هذايا نخليها يغلي
ومن بعد نشوف شو مش نعمله. ان شاء الله هدعي ودعي انه الطريقه تنجح. كي نجحت نولي نشري، تولي خاطر الحوت الترن الحقيقه ما تلقاش برشا، معناها لازم توصي الحوت وتقعد تمشي على الصباح باش تلقاه. وكل نشوف نجرب الحوت هذايا التن الصغير هذايا الغزال اللي احنا نقولوا له، ان شاء الله يا ربي يجي يبني. نخليوه دريجين يغلي وبن بعد نفتفتوه. عاد يغلي 10 دقائق وتو باش نسكر عليه. سي بون نورمالمون طاب طاب دير منو تبدل طاب. باش نسكر عليه باش نحطو يستقطر من المي، ومن بعد نقيلو كشوك هذاك. بعد ما غلي الحوت باش نقي مك الشوك وباش نحطه في دبوسه. دبوسه ديك البنات عقمتها من قبل وحطيتها تغلي وحدها في المي. هي علاش تحطها تغلي في المي؟ حطيتها يمكن 10 دقائق من هي تتعقم مسكره بالطبيعه، ومن هي اذا كان هي سلعة خايبة باش تتكسر ولا حاجة هاكا تتكسر وهي فارغة. لازمكم قبل ما تحطوا اي حاجة تحاولوا انكم كان معجون والا هذه حاجاتك اللي باش نصبرها، نحاولوا نغليهم قبل منا نعقموهم باش يصبروا اكثر معانا، ومنا نشوفوا الدبوسة تحمل السخانة ولي. على خاطر من بعد كيف ما شفتوا حطيت الحوت في الدبوسة، ومن بعد باش نحطها تغلي وهي واقفة. ردوا بالكم تحطها وهي راقدة راهو الزيت الكل يخرج. تحطها تغلي 20 دقيقة في المي وهي مسكرة. بعد ما غليت خرجتها خليتها تبرد شوية وحطيت منها شوية خاطر باش نستعمل للبريك، والأخرى البقية خبيتها. الحقيقة عجبتني من بعد ذقتها وحدها وحدها كيف ذقناها في البريك زيدا بنينة. صحيح ما هوش كتن التن لازم كتنك الكبير هذاك خير، ممكن حتى مطعمه خير، أما حاجة كيف ما هيك زيدا بنينة. وزيد أني هاني وريتكم الطريقة، حتى كان عندكم التن الكبير تعملوه بنفس الطريقة يجيكم كيما التن المصبر ويصبر معاكم بالطبيعة. ومدى بيكم الحاجة ما تصبروهاش أكثر من شهر شهرين ماكسيموم، ما تصبروش أكثر من هيك. اش نعمل اليوم بريك خاطر صايمين، تعرفوا اللي شهر فضيل ماذا بينا الواحد كيسوم، ورغم فما شكون يقولك ماذا بيكم الجمعتين قبل رمضان ما تصوموهش. الحاصل باش نعمل اني البريك، وحماتي باش طيب لنا كسكسي نتاع السابع تو من بعد نوريه لكم. كسكسي طيبوه في المواسم في نص يعني في الشهر النهار 27 ولا اول رمضان ولا نصف رجب وهيك معناه، فكل المواسم يطيبوا الكسكسي يسميوه كسكسي سابع. مانيش عارفه سابع عروسه ولا سابع معناها نتاع بيبي. الحاصل اني باش نعمل التون باش نعمل باش نعمل البريك. عملت التون باش نعمل البريك، البريك اللي حضرته معاكم المره اللي فاتت باش تشوفوه اذا باهي ولا. بالنسبه للحشو نتاع البريك عملت بطاطا مصموطه ومعدنوس وشويه بصل فلفل اكحل وعظم كركم وتون بالطبيعه اللي حضرناه مع بعضنا. وتو باش نعمل الحشو في وسط البريك. غير البريك البنات صار لي فيه حاجة، هو استر ربي لما حالة ما تلكوش الكل، حطيته فوق البركون حبيته يتحل خاطر نسيت ما حليتوش، تلهيت في الدار نسيت ما خرجتوش من الكونجيلاتور. قلت لكم ليني باش نحطه في الكونجيلاتور. كيف حطيته في البركون طاح لي لطا في وسط الدار وطاح لي هو جامد. معناها تخيلوا انتوما برشا كعبات تكسروا وفما برشا حاجات معناها وليت كل كعبة لصقتها في أختها. وحاصله هو جاي باهي معناها مشك الظاهر برشا انه مكسر ولا حاجة مفتفت معناها، اما مسانسة يجيني ازين من هيك برشا. وحطيت باش نقليه
هذوما كعيبات البريك بعد ما حضروا. الله غالب ما كملتش صورت، خاطر تليفون طاح شارج، ما لحقتش معناه اني نحضر معاكم الطاوله ونحضر نحضر طاوله شقان الفطر. جربت خديت هاللقطات هذوما واني قاعده نقي هذوما الكعبات البريك، والله باهيين ماهمش معناه ماهمش دوانه في المنظر، اما في البنه الحقيقه بنين على الاخر. فما برشا قالوا لي ياسر معناها جوج ما عملتها في روحك، خاطر وقت اللي عملت ورقات الملصوقه قالوا لي بالبنسو. اني ديجا قلت في الفيديو راني 3 سنين ما نشريش الورقه الملصوقه، 3 سنين واني نعمل في الورقه بالبنسو، معناها نعملها كالجاديه كيف الكريب. 3 سنين نعملها بطريقه هذيك، بصراحه لا مقارنه، لا مجال للمقارنه بالبريك هذاك. تحفون على الاخر وما يحتاج ان نحطوا له الزيت، وتحفون معناها كيما ورقة المسوقة نشريوها. وهذاي البنات الكسكسي متاع السابع اللي قلت لكم كسكسي نطيبوه في المواسم في مدينة مساكن، يطيبوا الكسكسي هذايا، يطيبوا الحمص والزبيب والعظم وحده، وبعد يحطوا فيها كل صفيرة هذيك ما نعرف شنو اسمها كل تصفر معناها، والكسكسي باللحم يطيب وحده باللحم كهو، وجي جرينات فلفل وكل عظم هذاك لازم، والعظم معناه والحمص والزبيب لازم يكون موجود ويكون هكاك لونه مستصفر، من بعد يحطوا فيه الدهان شويه من الكسكسي اللي طاب. ماذا بيا قبل شقان الفطر نكون مركحه الدنيا كله، من بعد جست هيك تقعد طاوله شقان الفطر هذيك نغسلها ونقعد نركش مع طاولتي وقهوتي، خاطر بالحق حششت على الاخر. عملت كما شفتوا شحور هذاك باش نشحر فيه كعبات مقروض، فما برشا قالوا لي المقروض ولتو قاعد المقروض هذاك البنات جديدة عملته ما جمعة اللي فاتت وبعثت لي منه شوية، ان شاء الله قدرة متاع ربي تو نشارككم شنعملوا كعبات اني وحماتي قبل رمضان. قبل رمضان نحضروه بعد شقان الفطر. وهذه قهوتي، برشا سألوني كيفاش نطيب القهوة، نعمل زوز مغارف صغار قهوة على زوز مغارف سكر، كمية القهوة نفس الكمية متاع السكر، ونحسب زوز فنجانات متاع القهوة صغار، يعني خاطر باش نعملهم، خاطر كان باش نعمل كاس قهوة كبير يمكن ما نرقدش في الليل. باش نحضر زادة جو متاع فريز، بطبيعة تعرفوا اللي نحب الفريز أكثر حاجات باش نشربهم هو الفريز، الفريدة دي يا سلطة يا فريز يا جو. عملت هذه الطريقه اللي نحبها اني يعني الحقيقه ما نحبش اللي بالحليب اللي عملتها لكم البارح. خديت فريز وخديت شويه مي زهر وخديت شويه مي وعصره قارص. العصره قارص راهي تعطي بنا معناها تعطي بنا بالحق، بلي شكل قارص هذيك نحسه ناقص حاجه. الجو يحطها في يحطها البنات فك اللي يصنعوا العصاير معناها في المناسبات، خديتها لاسيوس يحطوا شويه قارص مني تعطي بنا، ومني حتى كي يقعد الجو دو فريز ويقعد لكم حتى من غدوه لونه ما يتبدلش، حتى وكان يقعد يغمق طريف، اما تعرفوا القارص ديما يحافظ على اللون متاع اي غله، اذا تحبوا اي غله حتى كعبه تفاح كبنزاز تحبوها تحطوها في الجدار وما تكحلش معاكم دهنها بشويه قرص. هذيك استيوس خديتها من اللي يبيعوا في الجو، واللي ديما نحطها بطبيعه تبنن وزيد هكا تحافظ على لون الجو. حضرت قاتي قبل طولت شقل الفطر حاصل، وحضرت القهوه وكل ودي جاوني حاضر فيها، هو قال الله اكبر. ومشيت حطيت وقتها طولت شقل الفطر، احنا نفطروا في بيت الفطور ما نفطروش في بيت القعد، والله غالب كيما قلت لكم التليفون طاح شارج هاك علاش ما كملش معاكم بقيه الفيديو كيفاش حضرت الطاوله وكل. شبرا بخذت لقطات من العشي متاعنا، وهكا كان الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله هيك تكونوا شميت معايا شوية ريحة من ريحة رمضان. إن شاء الله رمضانكم مبروك بالمسبق، نحبكم برشا برشا وبسلام. تحبش تحبش عصير سالمة؟ حب عصير، حب عصير، شي حب شوية. قديش ياخذ مسافة 30 درهم في الآخر.